السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء. في الفيديو دوت هنعرفكم إيه هي الخطوات اللي تتبعوها لأداء الاختبار بنظام البابل شيت. في البداية لازم طبعا يكون معاك مجموعة من الأدوات، وهي تتلخص في إن أنت يكون معاك قلم رصاص، وبأكد قلم رصاص مش قلم جاف، ويكون معاك أستيكة عشان تستخدمها لو حصل أي خطأ وأنت بتكتب القلم الرصاص. وطبعا إحنا بننبه إن يفضل يكون النوع بتاع القلم الرصاص والأستيكة نوع جيد، على أساس وأنت بتستخدمهم ما يسيبوش أي علامات في الورقة بتاعت البابل شيت. الحاجة التانية حضرتك، طب شكل الامتحان او شكل البابل شيت بيكون ايه؟ زي ما هو موجود قدام حضرتك ورقة البابل شيت. لو امتحانك باللغة العربية هتلاقي زي ناحية اليمين، لو امتحان الخاص بيك باللغة الانجليزية هتلاقي ورقة البابل شيت نفس الشكل اللي ظهر ناحية اليسار. في ورقة البابل شيت في اجزاء مسموح لك تكتب فيها، وفي اجزاء تانية ممنوع منعا باتا تيجي ناحيتها، لان دي خاصة بالكنترول. طب ايه هي الاجزاء اللي مسموح لك تكتب فيها؟ اول جزء هو المظلل قدام حضرتك، وده بتكتب فيه البيانات بتاعتك اللي هو اسمك والشعبه والفرقه والماده وانت في انه ترم ورقم النموذج ورقم الجلوس. طب ايه هو الجزء التاني اللي مسموح لك تكتب فيه؟ هو الجزء الخاص بالاجابه على الاجزاء الخاصه بالامتحان. طب اي جزء تاني ده غير مسموح تكتب فيه نهائيا، لان ده خاص زي ما احنا اتفقنا بالكنترول. بنبه على حاجه اخيره، لازم تتأكد وانت بتكتب بياناتك تكتبها صحيحة وبدقة، وما تحملش اي تاني لورقة البابل شيت. دلوقتي هنبتدي ندخل على ازاي املى الجزء الخاص بالنموذج والجزء الخاص برقم الجلوس. بالنسبة للجزء الخاص بالنموذج، احنا طبعا هنستخدم القلم الرصاص زي ما اتفقنا، مش هنستخدم القلم الجاف نهائيا. الجزء اللي على اليمين ده لو النموذج بتاعك باللغة العربية، واللي على الشمال ده لو النموذج بتاعك باللغة الإنجليزية. لو افترضنا إن الامتحان بتاعك اللي أنت استلمته لقيت مكتوب عليه من فوق إن هو دوت نموذج رقم 2، كل المطلوب منك هتيجي في المربع اللي ظاهر قدامك هتكتب رقم 2، وهتيجي على الدايرة اللي مكتوب جواها 2 وتظللها تظليل كامل بالرصاص. طب بالنسبة للجزء الخاص برقم الجلوس، رقم الجلوس يفضل وانت بتكتبه تكتبه من اليمين الى اليسار، وهيتكتب برضه بالقلم الرصاص. تعالى دلوقتي احنا عندنا مثال، لو رقم الجلوس الخاص بيك 4250، واحنا نكتبه هنكتبه من اليمين لليسار زي ما اتفقنا كالتالي. اول حاجه هنكتب صفر وهنظلل على الصفر، هنكتب بعد كده 5 وبعد كده هنظلل على الخمسة، هنكتب 2 وهنظلل عليها، هنكتب 4 وهنظلل عليها. وهتلاحظ لان الرقم بتاعك اربع ارقام، الخانة الأخيرة خالة فاضية. طيب لو الـ رقم الجلوس الخاص بيك عبارة عن 5 أرقام، هنكتبهم برضو من اليمين إلى اليسار. عندنا مثال رقمي، لو الرقم بتاعك 64528 هنكتبه كالتالي، هنكتب 8 وهنظللها، ثم 2 وهنظللها، ثم 5 وهنظللها، ثم 4 وهنظللها، وأخيرا هنكتب 6 وهنظللها. تعالى بقى واحنا دلوقتي هنجاوب بقى على النموذج نفسه، الامتحان نفسه. لما اجي اجاوب ازاي؟ انا الامتحان بتاعي بيبقى مجموعه من الاختيارات، فلو الامتحان بتاعك اختياراته A B C D لو كان الامتحان باللغه الانجليزيه، او ألف ب ج د لو الامتحان باللغه العربيه. لما نيجي نظلل ازاي؟ خلي بالك من الملاحظتين دولت، لازم يبقى التظليل على الدايره بالكامل اللي هتختارها، ويكون تظليلك لاختيار واحد فقط، ما تظللش دايرتين. فلو افترضنا في المثال اللي قدامك ان اختيارنا هو اختيار السي، هنيجي على السي ونظلل عليها بالرصاص تظليل كامل. طيب في بعض الاخطاء بيقع فيها الطلبه وهم بيجاوبوا على امتحان البابل شيت، الاخطاء دي حذاري تعملها، لان كده النموذج بتاعك قد يكون غير مقبول. ايه هو الاخطاء؟ الخطا الاولاني ان حضرتك بتظلل جزء من الدايره، وده مش مقبول. الخطا الثاني ان انت بتظلل مساحه اكبر من الدايره، وده برده مش مقبول. الخطا الثالث ان انت تظلل اختيارين وهو مش مطلوب منك غير اختيار واحد. الخطا الرابع ان حضرتك بدل ما تظلل بتعمل علامه اكس، او بدل ما تظلل تعمل علامه صح. طبعا اتفقنا لازم تظلل بالقلم الرصاص مش بالقلم الجاف. طب الامتحان بتاعك بيكون عباره عن طريقتين. الطريقه الاولانيه بيجي لك الامتحان يا اما عباره عن صح وغلط، والاجزاء اللي هتستخدمها وانت بتظلل هو الاي والبي لو النموذج انجليزي، او الالف وب لو النموذج باللغه العربيه. فلو الاجابه بتاعتك صح هتختار الالف او الاي، لو الاجابه بتاعتك خطا هتختار الب او البي. طب النوع الثاني من الاسئله ممكن يجي لك اللي هو الاختيار من متعدد، وفي الحاله ديت بيبقى مسموح لك ان انت تختار من النموذج بالكامل، يعني لو بالعربي تختار من الالف للدال، او لو من انجليزي هتختار من الاي للدي.
وزي ما احنا اتفقنا بأكد على حضراتكم ان التظليل بيكون لدايرة واحدة فقط وبيكون بالقلم الرصاص. تعالى دلوقتي ناخد مثال توضيحي ازاي انا هجاوب على البابل شيت في الامتحان. اول سؤال هنوضحه دلوقتي هو الخاص بالجزئية بتاعت الصواب والخطأ. هنا عندي السؤال رقم واحد، طبعا الامتحان هيجي لك مجموعة من الاسئلة، فكل سؤال هبتدي ادخل عليه في الجزئية الخاصة بيه في البابل شيت. سؤال رقم واحد هنا بيقول لي ايه؟ يجوز ان تكون قيمة معامل التحديد بالسالب. طبعا انا هاجي على البابل شيت عند النقطة رقم واحد اللي هي بتعبر عن سؤال رقم واحد. السؤال ده طبعا صواب او خطأ، فانا مسموح لي ان اختار ما بين اجابتين فقط هما الف وب. الف بتعبر عن الصواب وب بتعبر عن الخطأ. طب يا ترى اجابة السؤال ده اجابة صح ام خطأ؟ هي الاجابة هي خطأ. طبعا هاجي على البابل شيت واختار ب اللي بتعبر عن الخطأ واظللها بالكامل بالقلم الرصاص. تعال نشوف بقى نوع تاني من الأسئلة اللي هو بيعبر عن الاختيار من متعدد. السؤال ده سؤال رقم 35، طبعا احنا هنجاوب عادي لغاية ما نوصل للسؤال رقم 35. طبعا الأسئلة دي أسئلة مش شرط، ده لأن دي أسئلة افتراضية، مش هو ده شرط يكون الامتحان بتاعك. كل واحد هيجي له الامتحان على حسب المادة بتاعته، دي مجرد أسئلة توضيحية فقط. سؤال 35 بيقول إيه؟ تتراوح قيمة معامل الارتباط بين، طبعا هتنقل على البابل شيت للسؤال رقم 35. هنا مسموح لي اجاوب ما بين اربع، اختار ما بين اربع اختيارات، الف او ب او ج او د، بعكس السؤال اللي هو صواب وخطا كنت بختار ما بين الف وب فقط. طب تعال نشوف دلوقتي الاختيارات المتاحه عندي ايه. مديني الف من سالب واحد لاثنين، ب من صفر لواحد، ج من سالب واحد لواحد، د من سالب واحد لصفر. الاجابه الصحيحه في الحاله دي هي ج، ان قيمه معامل الارتباط تتراوح ما بين سالب واحد واحد. هنتنقل تلقائي على البابل شيت ونختار النقطة ج ونظللها بالكامل بالقلم الرصاص. كده احنا وضحنا الشكل اللي هيجيلك عليه بابل شيت. نتمنى لكم بالجميع التوفيق ان شاء الله.